الباب السابع والخمسون ومئتان. باب تحريم النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. متفق عليه. وهذا لفظ إحدى روايات البخاري. قال العلماء: معنى وما يعذبان في كبير أي كبير في زعمهما، وقيل كبير تركه عليهما. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. العظه بفتح العين المهملة وإسكان الضاد المعجمة وبالهاء على وزن الوجه، وروي العظه بكسر العين وفتح الضاد المعجمة على وزن العدة، وهي الكذب والبهتان. وعلى الرواية الأولى العظه مصدر، يقال عظهه عظها أي رماه بالعظه.